وقبيل مغادرته مطار صنعاء، عقد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية والاستجابة الطارئة ستيفن براين عقد مؤتمرا صحفيا في ختام زيارته لليمن للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها. شاهد آخر على الجرائم المرتكبة في حق أبناء اليمن من قبل العدوان السعودي، ولكنه شاهد أممي يضاف إلى سابقيه من الشهود. إنه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الذي حط رحاله في صالة تشريفات مطار صنعاء ليعقد مؤتمره الصحفي. استطعت من خلال زيارة حي الهنود والاطلاع على مدى الخراب والخسائر التي حدثت في الهجوم الذي حصل على هذا الحي. مواضيع أكثر مقلقة طرحها الوكيل كان في طليعتها موضوع القرارات التي صدرت مؤخرا، ومنها موضوع نقل البنك وصرف المرتبات والتي سيترتب عليها العديد من المشاكل. هذا الهم يشمل أيضا موضوع العودة للحقائق والبراهين، وفيما يتعلق بالبنك أيضا هذا الأمر سيعقد العديد من الأمور فيما يتعلق باعتمادات تجارية خاصة بشراء المواد الغذائية والأدوية واحتياجات الناس والرواتب أيضا. وعود جديدة طرحها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة قبيل رحيله، ومنها مساعدات يصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليون دولار تقدم لليمنيين في الأيام القادمة. We've decided through the humanitarian pool fund which we have here in Yemen, which is to look at the most severe needs and the most. نظرنا إلى حجم المعاناة الجارية في اليمن وقررنا عبر صندوق التمويل المشترك إصدار 60 مليون دولار فورا لتوزيعها لتوزيع مساعدات في المحافظات المتضررة عاجلة في المحافظات المتضررة التي وجدنا فيها احتياجات شديدة حاليا. Nutritional problems and we use that money to address those problems. الحاضرون عبروا عن خيبة آملهم في استمرار الدور السلبي للأمم المتحدة بعدما وعدت كثيرا وتخاذلت في مواقفها أكثر إزاء ما يحدث في اليمن. كنا نتمنى أنه أن تطول زيارته يمر على الأماكن المدمرة بالكامل، لأنه الفترة قصيرة اللي جاها فترة مش كثيرة ولا يقدر يشوف فيها إلا بعض الأماكن. احنا كنا نتمنى انه يحضر حضور حقيقي، الحضور الذي نعرف ونقدر اهتمامهم بهذا البلد، لان التسويف والوعود احنا متعودين عليها، لكن ان شاء الله قال لك الحق الكذاب لبى بيته. حصار مطبق يفرضه العدوان على اليمن على كل الاحتياجات الأساسية قرابة العامين لتكون اليمن الأولى في أمد الحصار والغارات عليها على مر التاريخ بتواطؤ العالم. الرؤية التي أصبحت غير واضحة في موقف الأمم المتحدة لدى الشارع اليمني يصاحبها وعود مستمرة بالعمل على إيقاف العدوان الذي يستمر في جرائمه حتى في وجود وكيل الأمين العام للأمم المتحدة. من مطار صنعاء، محمد جميل، اليمن اليوم.